الجزائر ومولودية وهران فريقان كبيران بإمكاناتهما وتاريخهما وسمعتهما، لا يختلف بشأنهما اثنان، لكن هذا الموسم الأمور لم تجرى بالكيفية التي يجب والتي يتمناها أنصار الفريقين. مولودية وهران قدمت موسما متواضعا لم تضمن فيه بقاءها إلا في الجولة ما قبل الأخيرة، وهي نتيجة سلبية برأي المتتبعين والمحبين. ففريق بحجم الحمراء ويمتلك أنصارا كثيرين كان يفترض أن يلعب من أجل الألقاب وليس من أجل البقاء. الحصيلة الفنية والرقمية وصلت إلى 9 انتصارات و8 تعادلات ومثلها من الهزائم. وبلغة الأهداف الفريق عانى من ضعف كبير في دفاعه الذي تلقى 46 هدفا في مقابل تسجيل 37 هدفا. ومهما يكن فإن موسم الحمراء وهذا العام هو للنسيان. ظن باللي كما نقولوا الجروب كان سعودي وكاع خدمنا غاية بيان باش وصلنا هذه النتيجة، وكاع مع الروتور كنا بدي بوان ولينا روتور جبنا 26 بوان وكاع. نشكر كاع اللاعبين وكاع الطاقم الفني، الحمد لله يا ربي اللي وفقنا بس لكنا. الأمور لم تختلف كثيرا بشأن مولودية الجزائر التي عرفت عدة عواصف وهزات وكانت في الكثير من المرات مادة دسمة على صفحات الجرائد وللكثير من المؤسسات الإعلامية. النادي عانى من تذبذب النتائج وعدم الاستقرار، وهو ما جعل الفريق يتخبط في مشاكل كثيرة، لكنه استعاد شيئا من عافيته في الجولة الأخيرة وأعاد الأمل لأنصاره لافتكاك مشاركة قارية، ولو أنه لم يتمكن من ذلك في الأخير. صحيح أن الفريق ضمن بقاءه قبل جولات عديدة من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من التواجد مع الأوائل، مما يعني أنه لم يحقق شيئا من طموحاته وأهدافه. الفريق يحتل حاليا المركز السادس بمجموع 43 نقطة بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 وانهزم في 8 مناسبات، مع تسجيل 33 هدفا وتلقى الدفاع 31 هدفا. نظن